ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم يخص التاء المفتوحة والتاء المربوطة. كثيرا من التلاميذ ما يميزون أو دائما يشتبهون بالتاء الطويلة والتاء المربوطة المتصلة والمنفصلة والهاء كذلك المتصلة والمنفصلة. اليوم درسنا يخص هذه التاء المفتوحة والتاء المربوطة، كيف أميز بينهم؟ قبل لا أبدي الدرس عندنا تاء مربوطة متصلة وتاء مربوطة منفصلة، كذلك الإه الهاء متصلة ومنفصلة. اتساءل التلميذ يقول ليش يعني أكو متصلة وأكو منفصلة؟ المتصلة تخص الأحرف اللي تحب أحد يتصل بها، مثل حرف الإس، الق، هاي عندنا، عندنا حروف الإن، عندنا حروف ما تحب أحد يتصل بها، فوضعوا الت المربوطة المنفصلة وهي الحروف الد والأر والإز والو والآ. هذه الحروف ما تحب أحد يتصل بها لأنها شنو إذا اتصل بها يتغير الشكل ماله. بس احنا نفرض الد خلينا لها ت مربوطة أو خلينا لها آ أو خلينا لها ق، حيتغير شكلها. لهذا عملوا ت مربوطة متصلة أو ت مربوطة منفصلة. كذلك عندنا حرف العين وحرف الأ، عندنا شكلين متصلة ومنفصلة، وكل الحروف أغلبهم نط شكل المتصل والمنفصل. نجي لموضوعنا التاء المفتوحة والتاء المربوطة. أجي أول كلمة تخص التاء المفتوحة، عندنا كلمة بنت. بنت أجي هنا عند الوقوف، يعني عندما يكون الحرف ساكن نلفظها ت. أقسم أقول عند السكون لفظة ت، إذا أحركها أقول بنتو أو بن أو بنتن بنتن أو بن شنو ألفظها؟ ألفظها ت. إذا في حالة السكون وفي حالة الوصل، يعني في حالة الحركة نلفظها ت، إذن هي الت الطويلة. عندنا توت، عندنا توت هسه هي ساكنة، توت ساكنة، ما لفظت لفظت ت. أما إذا حركناها في حالة الوصل مثلا توتن توتن، شنو لفظتها؟ لفظتها ت كذلك، إذن هي ت طويلة، ت طويلة. أجي هنا عندنا الت الت المربوطة المتصلة والت المربوطة المنفصلة. الت المربوطة المتصلة والمنفصلة ماخذة شكلها من الإح الآخرية المنفصلة والمتصلة، ماخذة الشكل وماخذة النقاط من الت الآخرية من الت المفتوحة، ماخذ النقاط من الت المفتوحة وماخذ شكل الإح الآخرية. أجي مدرسة، مدرسة هسه أنا لفظتها إح في حالة السكون، في حالة السكون لفظت إح، في حالة السكون لفظتها إح. أجي أحركها مدرسة تو، أحركها في حالة الوصل تبقى إيه؟ لا لفظتها ت، إذن هي شنو؟ ت مربوطة متصلة، ت مربوطة متصلة. إذا أريد أرجعها للطالب أقول له مدرسة، مدرسة، من يكتبها أحركها، من يكتبها الطالب أحد أقول لها مدرسة تو، مو أقول له مدرسة تو،
خليه يكتبها رأسا، يخلي ضمة أو يخلي الت الطويلة، يخلي مو. عندنا كلمة حديقة، أجي أجرب عليها. حديقة في حالة السكون إيه، فقط إيه في حالة السكون إيه. أجي أحركها في حالة الوصل، حديقة تو. إذا لفظت بالتحريك ت، إذا هي ت مربوطة. حديقة، أرجح للطالب حديقة. من يكتبها يقول له حديقة تو، هيعرف إن هاي الت المربوطة. أما يقول متصلة أو منفصلة فهي تعتمد على الحرف اللي قدامها. إذا قلنا إحنا في بداية الفيديو أكو حروف ما تتصل بيها مثل الأر والإز والد والآ والو، خلينا لهم المنفصلة. وأكو متصلة اللي مثل الحروف الباقية اللي تحب أحد يتصل بيها، قال وضعوا لها ت الآخرية المنفصلة. أجي هنا مياه، مياه هاي إيه آخرية منفصلة، إيه آخرية منفصلة مربوطة. أجي أجرب عليها في حالة السكون، مياه، مياه لفظت إيه، لفظت إيه. في حالة أحركها في حالة الوصل، مياهو، مياهو هم بقت إيه. إذن هي شنو؟ إيه آخرية مربوطة منفصلة. إذا بالحالتين، حالة حركتها وحالة السكون إيه، إذن هي إيه آخرية تاء آخرية منفصلة، إيه آخرية منفصلة. أجي هنا وجه، وجه هنا في حالة السكون لفظت ها، أحركها وجه، وجه في حالة الحركة كذلك لفظتها إيه، إذن هي إيه آخرية متصلة، إيه آخرية متصلة. كذلك عندنا كلمة، نكتب كلمة إليه، إليه، إليه. أجي أجربها، إليه ها اللفظ في حالة السكون، إليه نانا، إليه في حالة السكون لفظت إيه، إليه كذلك لفظت إيه، إذا هي إيه آخرية مربوطة. في بعض الأحيان التلاميذ شو يسوي؟ يخلي نقطة هنا، لا غلط، ما يصير تخلي نقطة. الإيه الآخرية المتصلة والمنفصلة تختلف عن الت الآخرية، لأن هاي شنو الفرق بيناتهم؟ هاي نقطتين وهاي لا يوجد نقاط. إلى هنا ينتهي الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.